مرحبا بكم في قناة معاني الأسماء. اليوم سوف نقدم لكم أحد الأسماء العربية المميزة التي تحمل معاني راقية ورفيعة، ومن الأهالي من يتمنون تسمية أبنائهم بمثل هذه الأسماء الراقية في المعاني. ابقوا معنا لتتعرفوا على معنى وصفات هذا الاسم. معنى اسم كفاح. كفاح اسم علم مذكر ومؤنث من أصل عربي، وهو على صيغة المصدر من الفعل كافح وكافح به وكافح عن يكافح كفاحا ومكافحة، فهو مكافح وهي مكافحة. يقال كافح الحريق أي قاومه بقوة، ويقال كافح بقلبه ولسانه أي دافع عن حقه بشراسة، وكافح الأمور أي باشرها بنفسه. والكفاح هو النضال والمقاومة، المواجهة والمباشرة في استقبال العدو وجها لوجه، التكلف أكثر من الطاقة، مباشرة الأمور بجهد وصرامة، السعي بجد والبذل ما في الوسع. صفات حامل هذا الاسم: إنسان جريء وشجاع في اتخاذ قراراته لدرجة التهور أحيانا، واثق في نفسه كثيرا ويتجاهل كل ما لا يستحق، من السهل عليه أن يقول لا متى كان مقتنعا بذلك، يحب تحقيق أهدافه ويسعى لها جاهدا حتى يحققها، حساس ويتضايق بسرعة من الانتقادات التي توجه إليه. صفات حاملة هذا الاسم: إنسانة تحب التميز عمن حولها فكرا وأسلوبا، ينجذب إليها كل من يراها من أول وهلة، نشيطة وتحب إنجاز مهامها في وقتها المحدد، محبة للتنكيت والفرفشة وتنجذب لكل من يوفرها لها، من السهل عليها أن تقول لا متى كانت مقتنعة برأيها. وهذه بعض الأبيات الشعرية. كفاح يا سيدة الجمال والأنوثة، في قلبي أنت نور وأمل وسر، أنت رمز الحب والقوة والإصرار، أحبك بكل مشاعري وبأعمق الأسرار، أنت الملجأ في عواصف الحياة، وبقربك أجد السكينة والاستقرار، أنت كفاحي ورمز الأمل والقوة، وأنت الشمعة التي تنير دربي في الظلام، في كل يوم أقسم أن أكون لك مخلصا، فأنت مصدر إلهامي وقوتي وفخري. هل تجد أن هذه الصفات تتوافق مع من يحمل اسم كفاح؟ ما هو الاسم الذي ترغب أن نكتب عنه في المرة القادمة؟ شاركنا بتعليقك، ولا تنسى الاشتراك معنا في القناة ليصلك كل جديد، وشكرا على المتابعة.